بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اداره مانشستر يونايتد ماشيه عكس الناس كلها بعد الخساره في اي مباراه مهمه بيتكلموا على رحيل المدير الفني وبيتكلموا على ان المدرب خلاص هيمشي، انما اداره مانشستر يونايتد سابت سولتشاير خسر من ليفربول وخسر من مانشستر سيتي وبداوا يتكلموا على رحيل سولتشاير فتره توقف الدوري. دي حاجه ما يعملهاش غير الجليزرز يا باشا، اللي هو الصلاه على النبي. يعني كان مفترض سولتشاير يمشي بعد الخمسه بتاع ليفربول، خلينا يمشي بعد الخساره من سيتي في الديربي، خلينا دلوقتي هنمشي سولتشاير واحنا قاعدين فتره توقف الدوري. حلوه الدماغ الامريكيه اللذيذه اللي بتشتغل دي. طب مين بديل سولتشاير؟ طبعا زيدان. مش كنت خلاص ربنا كرم وتعاقد مع توتنهام؟ مش فاضل غير زيدان. طب تمام، زيدان هتعرف تعاقده معاه؟ اه يا باشا انا هعرف اتعاقد معاه. ده احنا مانشستر يونايتد غير كده، احنا عندنا كريستيانو وعندنا فاران، يعني هيعرفوا يجيبوه. لو ما عرفناش احنا نتفاوض معاه هم هيروحوا يتفاوضوا معاه ويقربوا وجهات النظر ما بين مانشستر يونايتد وما بين زيدان. على فكره الكلام ده مش هبلي، الكلام ده بيتقال من الصن وبيتقال من تايمز وبيتقال من جرايد كتير جدا في انجلترا حاليا، ان فاران وكريستيانو رونالدو وسطاء في صفقه زين الدين زيدان ومانشستر يونايتد. وكلام جه من بعيد كده على ان فكره ان براند روجرز متاح ان هو يكون بديل لسولتشاير، وفي كلام جاي ابعد ان رالف رانجيك بتاع ليسبيك مرشح بقوه ان هو يمسك مانشستر يونايتد وهيكون بنسبه كبيره هو مدير التعاقدات والمدير الفني واحتمال يكون المدير الرياضي. والراجل ده جو سير اكس فيرجسون لابق عليه، والشغل بتاع ان هو هيدير كل حاجه في النادي لابق عليه تماما. الراجل كان عامل كده في ليسبيك، ومعروف ان هو راجل بيعرف يدرب ومعروف ان هو بيحب شغل التدريب. فهم في مانشستر يونايتد مفيش حاجه مستبعده، بس الحاجه الوحيده المستبعده هي استمرار أولجونا سولتشاير، لأن سولتشاير أرقام بقائه في يونايتد كانت متركزة على ثلاث قواعد: جليزرز ودعمهم، وكريستيانو رونالدو واللاعبين وغرفة الملابس ودعمهم، والسير أليكس فيرجسون. دلوقتي أنت خسرت دعم السير، وخسرت دعم رونالدو واللعيبة، وخسرت كمان دعم الجليزرز، فبنسبة كبيرة جدا سولتشاير مش أيامه بقت معدودة، خلاص سولتشاير دلوقتي بيعد في العداد الأخير لنهاية أيامه مع مانشستر يونايتد. وسولتشاير نفسه كان بيتكلم في الكلام ده بعد ماتش مانشستر سيتي، إن هو مستعد لكل الاحتمالات. إحنا بقى كلنا بنتمنى إن سولتشاير يمشي وأي حد من الثلاثة يجي مكانه، سواء رالف أو سواء براندون أو سواء زين الدين زيدان. المهم بالنسبة لنا إن سولتشاير هور، لا أكثر ولا أقل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرم وهيمشي. إن عجبك الفيديو وقعدت تدعي جنبنا إن سولتشاير يمشي، اعمل لايك. لو أنت بتحب سولتشاير ونفسك يكمل، اعمل ديسلايك. بس أهم حاجة في الحالتين اعملوا سبسكرايب عشان نقفل أم 10,000 وندور على انترو محترم وندور على أضواء محترمة. نشد بعض شوية يا جماعة، ندعم بعض شوية يا جماعة، معلش.